امين ادخل بسرعه واقفل الشباك. فين ياسمين؟ نزلت السوق مع ورده. تعالى. ايه في ايه؟ الواقف ده مخبر. ايه؟ بقاله 3 ايام. وما قلتليش ليه؟ ما كنتش متاكد. اسمع، انت تمشي من هنا حالا. اروح فين؟ ايه ده؟ مفتاح شقة مفروشة بتاعتي برضو، اضمن ليك ولينا احنا كمان. طب وياسمين؟ المهم انك تختفي انت باسرع ما يمكن. بس هي لازم تيجي معايا. طمن، البوليس لو شافها مش هيمسكها، ولما تيجي ابعتها لك بكرة بعده مش مهم. يلا يلا بسرعة، روح غير هدومك وانزل من السلم الوراني، وما تنساش شارع التوفيقية نمرة 15. بي جايب لك ايه؟ ما تبقيش عبيطه، دي فرصه. واحد زي ده بيحاول يتقرب لك، ليه لا؟ اللي يجي منه احسن من عينه. والنبي تسيبيني في حالي. وحالك ماله بقى؟ طب ده انت حلويتي ورديتي من يوم ما بعد عنك. انا عايزه الدنيا كلها تبعد عني. هشوف ايه اكتر من اللي انا شفته؟ كان معايا بدل الجنيه 1000، وعملت بيهم ايه؟ مش صاحبك؟ لو كان ده راجل زي كلهم زي بعض. انا كرهتهم، كرهتهم. لا يا ياسمين، انت حبيتي، حبيتي امين ومش قادره تعيشي من غيره، هي دي الحقيقه. انا ما حبيتش حد وعمري ما هحب. انا كرهت الدنيا كلها وكرهت نفسي. انا عايزه اموت، عايزه اموت. شكرا. لا الله، امال فين القمر؟ فوق السحاب يا سيدي. قصدك ايه؟ مش راضي غسان. ولا يهمك تسوق بيه، محسوبك لين الحديد يسيحه. وريني شطارتك بس اوعى تسيح انت كمان. الو، اهلا يا فريد، ازيك؟ خير؟ عايز اكلم ياسمينة. هي فين؟ نايمة يا فريد، مفيش داعي صحيح، اصلها تعبانة شوية. فريد، ها؟ إذا كنت عايزها في حاجة قول لي، ولما تصحى. ما جاتش ليه زي ما قال غسان؟ أنا جاي أخدها. جرالك إيه يا فريد؟ إحنا خايفين عليك. البوليس مراقب البيت ليل نهار. طب بس إهدى، لما تصحى خليها تكلمك. شوفي شغلك. مش عايز تقعد معانا ليه يا جميل؟ تعبانة يا غسان. بس احنا محتاجين عادتك، ومن غيرك بنبقى يتامى حزانه. وجودك معانا بنورنا. قومي يا شيخه، قومي، يلا قومي وفرفشي. مش قادره. ده انت هتقعدي مع دسوقي بيه، الراجل الكسيب الكريم، ولا انت مش واخده بالك؟ لازم تسيسي الامور وتيجي على نفسك شويه. قصدك ايه؟ ضحكه، كلمه، الراجل ما بيطلبش اكتر من كده. هو يعني هياكلك؟ قومي يا اموره، قومي يلا غيري هدومك وتعالي بسرعه. يلا. يا ترى فاكرني عاصم الدمنهوري صاحب الفلوس اللي خدتها انت وياسمينة وهربتوا؟ ادخل واقفل الباب وراك. طبعا انت مندهش لوجودي، يا ترى كنت فاهم اني مت؟ اطمن، عمر الشقي باين. انا لما رحت المستشفى ما جبتش سيرتكم، حاولوا يعرفوا مين اللي اعتدى عليا، لكن انا كنت حريص جدا. ها، لسه ناوي تقبض عليا؟ انا تحت امرك يا سياده الرقيب. ولا تحب انا اللي اقبض عليك؟ ابلغ البوليس.
مفيش داعي، التفاهم احسن. وانا راجل مسالم دايما. بصراحه انا دورت عليكم كتير، ومن محاسن الصدف اني شفت ياسمينه في المحل التجاري، وهي كمان شافتني، وبذكائها تصورت انها قدرت تهرب مني، مع انها وصلتني لغايه باب العماره اللي سيادتك مستخبي فيها. ما رضيتش اطلع، ورفضت اني ابلغ البوليس، لان البوليس مش هيرجع لي فلوسي. المهم انا عايز الفلوس، لانكم خدتوها بدون وجه حق. انت عارف ان البضاعه كلها اتمسكت. فين الفلوس؟ الفلوس خلصت، خلصت كلها. مش معقول. ليه؟ كنتوا بتاكلوها؟ صدقني مفيش منها ولا مليم. مش هداك، ما هي ياسمينة واللي زيها يخربوا بلد، يفنوا جبال من الذهب. وناوي ترجع لي حقي ازاي؟ ما اعرفش. اشتغل وسدد اللي عليك جزء جزء. اشتغل فيه. انا تاجر كبير وليا سمعتي في السوق. ما عنديش مانع. تعجبني. تعرف وسيد العارفين ان المخدرات بتكسب ذهب. مخدرات؟ مفيش قدامي غير طريقين، يرميك في السجن يا شغلك معايا. وانا كمني معجب بيك، هختار لك الطريق التاني. مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن قوي. عشان تحتفظ بياسمينة لازم يكون عندك فلوس، فلوس كتير وباستمرار، حنفية مفتوحة. إذا اتقفلت الحنفية اتقفل قلب ياسمينة. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ اوكي. عنواني اهو، اتصل بيا في اقرب وقت. ما تخلينيش اغير رايي فيك لاني حبيتك. ممتاز يا تسوقي بيه. ملوش لزوم. ليه؟ احنا اللي قاعدين في الحزانة. الله، جرالك ايه؟ ما تعقلي امال. الله، ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايز ياسمينة. عاوز ياسمينة ولا عايز تودينا في داهية؟ فين هي؟ انت لها وهم. وطي صوتك. اوعى. انا حذرتك من التور ده قبل كده. انت مجنون. استنى. خدني معاك. ارجع يا مجنون ارجع، في ناس محترمين عم. محدش حرك مطرحه. احنا اصدقاء بنتسلى. ده لعب بريء. احنا مراقبينكم المدة، وشقتك حسب المعلومات مفتوحه للقمار واغراض تانية. اتفضلوا كلكم معانا. ما تخافيش اهو كله بثوابه. معاك فلوس؟ انا سبت كل حاجه. هنروح فين دلوقتي؟ عند اخويا شكري. اطلع عزت على مدينة المهندسين. مين يا ثنية؟ أنا يا أمي. أمين.
ازيك ازيك يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يا امي؟ ده كلام تروح وتقول عدولي؟ مشاغل. شكري شكري امين اخوك وصل. ازيك يا شكري؟ الله يسلمك يا فندم. عايزك شوية عن إذنك يا أمي لو سمحت يا باشمهندس. أفندم مقابلتك خلتني أندم على إني جيت هنا. وإيه فايدة الندم؟ أحب أفهمك إن أمك ما تعرفش عنك أي حاجة، لأن لو قلت لها. كل إنسان وعنده ظروفه، واللي جرالي ده كان مكتوب. أعمل إيه؟ أمين أخويا الكبير صاحب المركز البسيط والاسم العظيم اللي كنت بفتخر بيه في كل حتة يصبح النهاردة مجرم مطلوب القبض عليه. زرعت فيا المسل والمبادئ الشريفة لحد ما بنيت مستقبلي وكونت حياتي عليها، وبعدين جاي النهاردة تهد كل ده في لحظة. المفروض إني أبلغ عنك حالا، لكن عشان خاطر المسكينة اللي برا دي هقفل بقي هسكت. بشرط إنك تكون راجل تواجه المشكلة، تروح لأقرب اسم بوليس وتسلم نفسك. أمين. يمكن تكون محتاج. ليه يا أمين؟ أمين كل الناس بعدوا عني، حتى أخويا، حتى أمي. سيبني وروح لهم ما دام كلهم بعدوا عنك بسببي. اتفضل. اتفضل. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد الوقت ما فات خلاص؟ لا ما فاتش. ما هو مش ممكن هتبعدي عني. أمين أنا اخترتك عشان تساعدني، فقرتني أكتر وأكتر. أنا عايز أخرج من هنا. يا أخي سيبني سيبني. انصوري مسيو الأجرة، أنا في المحطم لازم تديني الفلوس. طيب حاضر يا مدام. إمتى؟ بكرة بكرة. تمالي بكرة بكرة إيه ده؟ أظن أنت مبسوط من الحبسة اللي إحنا محبوسينها دي، عايشين من أربع حيطان، خايفين، مرعوبين، مش لاقيين لقمة ناكلها. أمين، إحنا لازم نسيب بعض. مش يمكن ألاقي واحد غيرك يساعدني؟ واحد غيري مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ هو بالعافية؟ يا أخي مش عايزاك، مش عايز أعيش معاك. أنا كنت أقتلك وأشرب من دمك. عارفة ومتأكدة نهايتي هتكون على إيديك. عشان كده ههرب. ههرب من الموت. ههرب منك. ما تقوليش كده يا ياسمين. أنا هشتغل، هشتغل واجيب فلوس وأساعدك طول حياتك. Thank you.
ادي 1000 جنيه. احنا متفقين على 2000. انا خصمت 1000 من الدين اللي عليك، لسه فاضل لي 9. لكن ازاي قدرت تنفذ من طريق السويس؟ بعت اخباريه ضللت بها البوليس، وزمانهم اكتشفوا ان الحكايه كلها كذب كذب. طبعا يا عم، ما انت فاهم شغلهم. ارسم انت وانا عليا التنفيذ. انا محتاج فلوس. قريب قريب قوي هجهز لك لعبه جديده. مدام روز انت